اتكلمنا امبارح كمان، او انا اتكلمت تحديدا عن تأجيل مباراة الزمالك، تأجيل مباراة الانتاج والزمالك فيما بعد مباراة الزمالك الكونفدرالية، وقلت ان طالما احنا بنتكلم على تأجيلات كان النادي الاهلي اولى ان هو يتأجل له مباراة، لكن انا قلت وفي قلب قناة النادي الاهلي المفروض ان اتحاد الكرة يعمل كده على فكرة، ان هو يأجل مباراة طالما الفريق بيمثل مصر ومحتاج ان هو يتأجل له مباراة. لكن انا كنادي اهلي ما انا بمثل مصر وبمثل مصر في بطولة كبيرة جدا، ما بقارنش نفسي بحد، انا بتكلم بس في حقيقة النادي الاهلي ان هو كان يتأجل له مباراة عشان بعض اللي بيصطادوا في المايه العكره اتكلموا قالوا ده عبد الحميد حسن طلع في القناه قال النادي الزمالك ما بيمثلش مصر، وقالوا كلام غريب جدا، ونادي الزمالك مش عارف ايه كونفدراليه ايه، وانا بتمنى له ان هو يطلع من الكونفدراليه، وكلام اساسا ما سمعناهوش خالص. فتحروا الدقه لو سمحتوا، يعني تحروا الدقه وانتوا بتسمعوا اخبار وانتوا بتقروا اخبار، يعني اتعبوا شويه ان انتوا تبحثوا عن مصدر المعلومات، ما تمشوش ورا اي حد عايز يكسب لايكات، عايز يكسب كومنتات، عايز يعمل شو ونمشي وراه كلنا للاسف. يعني انا قلت وبقول دايما في النهايه ان الجماهير بالنسبه لنا كلنا خط احمر، لان الجماهير مش مستفيده باي حاجه في منظومه الكره دي غير ان هي بتشجع وبتفرح وبتتبسط وبتزعل وبتموت والكلام ده كله. فانا بالنسبه لي الجماهير خط احمر، استحاله اساسا ان انا اضايقها، وقلنا قبل كده وبكرر وبقول المناوشات اللي بتحصل دي مجرد هزار مش اكتر لا يتعدى الهزار. لكن انا بتكلم وقلت وبقول تاني، لو انت عملت الزمالك ان هو الممثل الوحيد فدراليه عشان كده بتاجل له، لا يبقى انت كنت تحط نصر الاهلي بصفه ان هو اكبر نادي في تاريخ الكوره عموما، عنده بطولات وعنده انجازات وياما مثل مصر تمثيل مشرف، عشان كده قلت نحط نصر الاهلي كلوجو لأي بطولة، وده يعني تعبير عن ان انت ما اجلتليش ماتشات كنت انا فامثل حاجة ان انت تأجلها لي.